السلام عليكم. هو ايه اللي حصل بالظبط يا حاج؟ والله احنا بيقولوا انفجار وبيقولوا بلاغ مش عارفين والمباحث هي تقبض عليهم يجروا راحوا مفجرين نفسهم. يعني هم كانوا مأجرين شقه في ما نعرفش مأجرين ولا منين ما نعرفش والله ما نعرف. نقول البرج اللي ورا من البرج الناحيه الثانيه في الشارع الثاني الحيطان كلها طارت في الانفجار والحيطان طارت طب عندكم اضرار هنا في في اضرار لكن في اصابات ولا حاجه لا قدر الله اصابتين في اصابتين هنا في البيت في ظهر اللي في البيت اللي في الظهر في البيت اللي في الظهر ماشي ربنا يستر يا رب يا رب ربنا كبير ان شاء الله الساعه 6 بالظبط قلنا حاجه كده حاجه سكرت حاجه غريبه قلنا يطلع قلنا قالوا غاز ما طلعش غاز للاسف ما طلعش غاز طلعت قنبله للاسف قنبله هم دول هم في العماره يعتبر اللي قدامكم اللي قدامكم هي ظهرها ظهرها ليكوا طيب سمعتوا صوت الانفجار بعديها بس انفجار مره واحده بس صوت مره انفجار واحد بس في ضحايا حصلت او خسائر عندهم كتير 8 8 جثث منهم ضباط وعساكر امن مركزي يعني هو كان وقت القبض عليهم كان وقت القبض عليهم هم طلعوا يتفاوضوا معاهم راحوا مفجرين نفسيهم كام عددهم انا منزل 8 انت منزل 8 نازلين 8 من فوق من الاسعاف وكانت في واحد في الارض اللي هنا دي شلناه والناس دي غريبه الشكل وصاحب العماره من ليبيا مش مصري صاحب العماره اللي حصل فيها الحادثه دي ليبي مش مصري وبيسكن اخوان زي ما انت شايفه الحكومه جت تاخدهم من هنا المباحث والامن المركزي راحوا مفجرين نفسهم سمعنا صوت الانفجار احنا من سكان الشارع احنا سمعنا صوت انفجار نزلنا جري ولقينا دخانه كبيره واخد بالك فما عرفناش نخش احنا خوفنا لو يكون في قنبله تاني ولا حاجه فلقينا ناس واقعه تحت الحطام وقع عليها مرميه تحت ميته وناس واقعه من الشقه من ورا ميته برضه في الشارع اللي ورا وبس ما عرفناش بقى ان احنا نخش لقى له الشارع ده اسمه ايه؟ ده اسمه شارع السيد البهنساوي متفرع من ترعه السيسي من الماروتيه خلف فندق سياج تمام بس ايه اللي حصل صوت الانفجار فظيع يعني احنا قاعدين بقى قاعد في الدور الخامس صوت الانفجار فظيع لدرجه ان نزلنا جري احنا فجرنا عماره وقعت كل الناس افتكرت كده يعني السكان افتكرت ان العماره اللي قاعدين فيها حصل لها حاجه فنزلنا طبعا عدد الاصابات اللي انتوا شفتوها قد ايه تقريبا؟ الاصابات؟ لا هو احنا شفنا ناس يعني اللي طلع فوق قال لك ده في ناس مصابه كتير عساكر لان احنا بس استقبلنا كان في عسكريين طالعين قال لك ده في ناس مصابه انا شفت واحد ميت في الشارع الوضع هنا بالحافه وبمخدته واقع ورا وطاير ده طار ورا